العرب أوطاني وكل العرب إخواني. بلادي وكل العرب إخواني. تخيل انك بتفطر الصبح في بيروت وبتتعشى بالليل في المغرب. مش بس الاجانب اللي يقدروا يسافروا دول كتيره من غير فيزا ولا اجراء، انت كمان كمواطن عربي تقدر تسافر دول كتيره من غير فيزا وتعقيدات. المره اللي فاتت كلمناكم عن اقوى 10 جوازات سفر عالميه تقدر تروح بيها اي مكان، والنهارده هنكلمكم عن اقوى 10 جوازات سفر عربيه تقدر تسافر بيها من غير فيزا لحد 173 دوله في العالم، ونشوفكم بعد الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من توريزم سايت. أنا وليد عبد الرحمن وأقدم لكم النهاردة أقوى 10 جوازات سفر عربية لسنة 2021. في المرتبة العاشرة معانا دولة جزر القمر اللي بتحتل المركز 90 عالميا. تقدر تدخل بجواز سفرها 53 دولة من غير فيزا، وبتتميز جزر القمر بمساحتها الصغيرة مع تعداد سكاني أقل من مليون نسمة. سواحلها منفردة بالشعب المرجانية الجميلة وإطلالة هايلة على المحيط الهندي، ده غير إنها مزار سياحي مهم ومصدر جذب لكتير من الناس حوالين العالم. وفي المركز التاسع معانا موريتانيا، بجواز سفر بيسمح لك بدخول 59 دولة من غير فيزا، ومن أهمهم الصين وماليزيا وجزر المالديف وشواطئ الكاريبيان. طبيعة موريتانيا جبلية وصحراء على مد البصر، وده بيساعد على وجود محميات طبيعية ونشاطات زي الصيد البري ومغامرات رياضية ملهاش آخر. المركز الثامن من نصيب المغرب، جواز السفر المغربي بيسمح بدخول 64 دولة من غير إجراءات ولا فيزا، وبتيجي المغرب في الترتيب 79 عالميا، ومن أهم الحاجات اللي بتميز المغرب حضارتها العظيمة والمناظر الطبيعية الهائلة، وكمان اختيار هوليود ليها عشان تبقى موقع تصوير لأشهر أفلام العالمية زي الفيلم المومياء وجلادياتور والمسلسل الشهير صراع العروش. بتيجي في المركز السابع تونس، بجواز سفر بيدخلك 71 دولة حوالين العالم، وعالميا ترتيبها في المركز الـ 74. تونس الخضراء بيميزها طبيعتها الجميلة ومن مساحات خضراء وواسعة، وجبال وصحاري وشواطئ في منتهى الجمال. وجينا للمركز السادس اللي من نصيب المملكة العربية السعودية، وترتيبها 66 عالميا، بجواز سفر ممتاز بيضمن لك دخول 79 دولة من غير فيزا. زي ما معروف عن السعودية طبيعتها الصحراوية، إلا إنها تعتبر أهم دولة إسلامية ومزار حيوي بيروح المسلمين من كل العالم للحج كل سنة. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. المركز الخامس عربيا سلطنة عمان، بجواز سفر بيسمح بدخول 80 دولة حوالين العالم، وبتيجي في المركز الـ 65 عالميا. من أهم الدول اللي تقدر تدخلها من غير فيزا بجواز السفر العماني الصين وتايلاند ومعظم الدول العربية زي مصر والإمارات والسعودية وغيرها. بتعتبر سلطنة عمان من أجمل دول العالم، معروفة بطيبة أهلها وكرمها. البحرين في المركز الرابع، بجواز سفر يدخلك 83 دولة، وبتيجي في المركز الـ 64 عالميا. بتتميز البحرين بمساحتها الصغيرة جدا، لكن موقعها المميز بيديها أهمية كبيرة في التجارة العالمية. في المركز الثالث قطر، جواز سفرها بيدخلك 65 دولة من غير فيزا،
بتيجي قطر في المركز 56 عالمياً لأقوى جوازات سفر في 2021. واقتصاد قطر بيعتمد على صناعة الغاز الطبيعي، وكمان البترول بيخليها من أغنى دول العالم. في المركز الثاني جواز السفر الكويتي اللي بيحتل المركز 55 عالمياً، بيسمح بدخول 96 دولة حوالين العالم. الكويت هي رابع أغنى دولة في العالم، والدينار الكويتي من أغلى العملات على مستوى العالم. المركز الأول الإمارات العربية المتحدة بجواز سفر تقدر تدخل بيه 173 دولة في العالم من غير فيزا ولا إجراءات مسبقة، وبيحتل جواز السفر الإماراتي المركز 16 عالمياً لسنة 2021. بتيجي شهرة الإمارات من وجود أطول برج في العالم فيها، وهو برج خليفة بطول 828 متر. ده غير وجود مراكز تسوق كبيرة بتجذب السياح. سواحلها المميزة هي وجهة المشاهير حوالين العالم. وبكده خلصنا قائمة أقوى 10 جوازات سفر عربية لسنة 2021. وزي ما شفنا مصر مش في القائمة، لكنها بتيجي في المركز الـ 12 بجواز سفر بيسمح بدخول 50 دولة. وترتيب الجواز السفر المصري العالمي هو 93. في المرتبة 11 معانا دولتين وهما الجزائر والأردن، والاتنين بيجوا في المركز 92 عالميا. تقدر تدخل بالجواز السفر الأردني أو الجزائري 51 دولة من غير فيزا. اثبت حضورك بجواز سفرك وقول لنا تقدر تدخل بيه كام دولة، وترتيبك كام عربيا زي ما قلنا في القائمة. كده خلصنا حلقة النهاردة، أتمنى تكون استفدتوا، مستنونا الحلقة الجاية بمعلومة جديدة عن السياحة، وهنساعدكم تلاقوا إجابة على كل أسئلتكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وشاركوا الفيديو مع أصحابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.